في هذا الشهر، راني جيت ناخذ واحد الطفايطين غادي نشاركو معاكم. راه مشات تجيبو من عند الصبان الحمر يا اختي، الحمر الحمر يا العمر، جينا لقيناه ما وجداش. هذه الخياط اللي كنخيط عندها جليلبات، كنخيط عندها، عندي هذه وعندي بهيجه اختي. اللي ما كنلقى بهيجه اختي مشطونه عندها الخدمه، كنجي عند خديجه، خديجه على سميتها. اللي بغى يخيط جليلبات، اللي بغى يخيط بيجامات، هانتوما غادي نوريكم القميص اللي خيطات ليا. خيطاتو ليا براندا كروش، ياك خيط راندا كروش. تجيبو بلا ما تبقاي تصبحي حداتها، هو غادي يجي دام قميصات كتبيعهم 350 درهم قالت لينا هادو، ياك كثر صافي. شحال هادو سميتها؟ هذا هذاك جوهرة اللي في البيان 7000 ريال. 7000 وهذا الزرق بحال بحال 350 درهم. زوينين هاهي، لا 350 درهم عندها جليلبات، هانتوما هاد البيجامات. وهاد البيجامات شحال؟ هادوك 2600. 2600 وهاد 3600. هذا 3600. زوين 3600 بتوب بكلشي، كلشي طالع. والله احسن ما تجيبي التوب والتوب فن. انا دابا مع الخياطه 3000. 3600 وتوب مصفن وشي حاجه مخدومه عندي. والله لا واعره. قميص هذا انت 3000 ريال بتوب بكلشي، دابا على الخياطه 3000 عتوب. شي عده زوين صراحه، ماشي هذا تا هو سميت تا هو 3600. عند هذاك الشيء زوين. ايوا انت راح يديك النهار قلت لكم بدلوا هذا الشيء، راكم بدلتوا. شتي سمعتوا مني؟ وين هذيك جليلي براهي تا هي خياطه عندها واعره، عندها الخياطه هنايا في المحل ديالها، عند السيده اللي كتخيط لها وكتخيط هي. ثم جليلبات اللي بغى شي حاجه يسكريني من الفيديو ونقول لكم الثمن ونحط لكم النمر ديالها وعيطوا لها. ها هما ها القفيطنات هادو، تا هما شحال بيجامات هادو؟ هادو 2600 اللي قدام. 2600 ما بحال هادو بيجامات، هادو 130 درهم هادو. هزي هادي شوف 130 درهم بيردين وزوينين. هادو راندا بالكروشي، ياك هادوك راندا، راندا بالكروشي. شوف ها انتم جليلبات شي كتخيط الراس هاد، اللي عجباتها شي حاجه ها انتم. هاد الثوب اللي على الاخر زوين بحال الجلابه ديال البدويه. اللي عجباتو شي حاجه سكريني. شوف هاد الخضيضر مالاكي حتى هو زوين. انا فين ما مشيت لقيت لها وتا راه كنصور ليك سكريني وعيطوا. هذا بشحال؟ هذا بحال قولي واعر ساهل. هذا واعر 250. شوفوا كيداير واعر زوين 250 درهم. يعجبني الكحل هكا في هاد اللوينات. توب واعر، شوفوا اليديات كي مخدومين. بعدي ليه بعدي باش يبان ليه توب. اش من توب هذا؟ شوف شوف كي دايره واعره فرزه هنايا. والراندا 250 اللي عجباتها شكريني. انا غنحط لكم الرقم ديالها تسكريني وتصيفط ليها وراه غادي تهضر معاك. فنين هادو والله اخوتي. انت دابا انا جايبه التوب، توب شاريه ب 50 درهم، لا اكثر من 50. 50 شرينا فيه جوج ونص، جوج ونص خلاهم لينا غير ب 480. ب 30 هذاك ديالي، لا خلاهم لينا ب 480. هذا الطرف هو اللي بقى. حسب لينا جوج جميترا وشي حاجه، حسب لينا غير 50 درهم. 50 درهم وانا دابا جيت باش نخيطو 3000 ريال. 3000 قالت لي 3600 غتخلي لي 3000، يا 200 درهم باش غيطلع لك. علاش علاش ما تشريش طالع؟ وانا غير عجبني هذاك الثوب حمر خديته، ما بقيتش كنخيط انا كاع. شتيها انا كاع وليت بحال الفاسه، ما بغيتش كاع بحال لمياء وطبقه كاع. ايوا راه حنا ولينا فاسه. هادو خديته من واحد المتتبعه، والله ما عرفت سميتها، كتهضر معايا اش قالت لي سميتها. والله ما عرفت سميتها. ها انتما خديت لها هادي، عجبتني هادي، خديت لها هادي. شوفوا شحال زوينين
ها نتوما هادي خديت ليها هادي وهادي قالت لي خذيها الكنسيه هي حيت بغات اللوينات الا عجبتها هادي وبغاتها تنخليها ليها ولكن هي قالت لي بغيت اللوان ما يكونش فيهم الابيض هادي شوفوا هاد الطفله شحال زوينه ما بغاتش فيها من الابيض باش اي وحده بغات مثلا شي بحال هكا بيجامات ونصيفطهم لها لاي بلاصه مرحبا اه اللي بغات بحال هادو نصيفطهم لها لاي بلاصه بينهم دابا عاود من الاول ها انت هادي سرحيهم كاملين ها هي في اللوينات هادي وهادي بعدي هاد الخضر من الخضر باش ما يبانش بحال بحال ها انت ما هادي شحال زوينين وهادي شحال خديت ليها واحد جوج ثلاثه هاد اه اربعه خمسه بغات خمسه خديت سته قالت لي وحده خديها لي جوج ثلاثه اربعه خمسه خمسه بغات خمسه اللي بغاتهم اللي بغاتهم الا كنتو برا هي دارهم برا ولا هنا ولا فين ما كنتو كنتو برا نصيفطهم ليكم سمعتي دايرين 80 درهم هاد 80 درهم الوحده اللي بغاتهم غادي نشريهم تصيفط لي الفلوس ونشريهم او تصيفط لي باش نخلص عليهم نصيفطهم لك فين ما كنتو هنا في كازا اللي في كازا نديهم ليكم انا واللي خارج كازا هادي هادي راه تقريبا بحال اللي كانت لابسه مريم مريم بنت امي نعيمه البدويه هادو كيديروا 120 درهم فيهم ديك التليجه من الكمام التليجه من الكمام غير لقيناهم غير برومو هادو برومو وخلاتهم لي السيده بهذاك الثمن زوينه هادي واعره تلبسهم بالصحه والراحه وقالت لي مسكينه الاختيار ديالك انت عندك الذوق انت تختاري لي وهذه راني خديتها لك فيها الابيض عجبتني عجبتني ولكن حيت كلشي مغلوق عاوتاني كلشي مغلوق اختارينا هذيك شويه مفتوحه هذه تاهي فنه فنه هذه تاهي عجبتني كنموت على الاحمر ونموت على هذا الالوان خلات لي مسكينه الاختيار قالت لي خالتي اختاري انت على ذوقك كاع اللوينات وهذه اللي بغيتي تعطيها للوالده ديالك وهذه فيها هاد هاد الراندة هادي قطالك هو وجه هو قطالك زعما مزيان هاري اختي نشوف انا دارت لك اي شهر المحل غنحط رقمك كنشوف الله يحفظك شد ريش المهم ها انتم انا وريتكم قلت لكم كيفاش غدير لي الخياطه ولكن هي دارت لي هذه نساتها ولا دابا الحق لا لا انتم شوفوا غتزاد هذه من جد بالخياطه هذه من فيهم تشري ها ما فيهمش يا اختي التيق هاد الخياطات ها انتم هادوك الجناح نعيمه حتى مش عيب يلاه الله يرحم امي انت تعرفي امي انت صافي يعني بغينا بحال هاد الجناب هما اللي غتزيد متبعين ياك وريتكم خيطت لي بحال هذا ودوري شوفوا القوالب هو جا زوين خفيف زوين فن حتى في الصاله وكل شيء ولكن دوري في الصاله واه ديري اختي التليفون ولكن ملي غيتزاد هذاك في الدوغي غيتزاد هذاك الدوغي غيجي نخوة حلاوه ولكن ماشي مشكل نعذروها ماشي الخاطر اجي هنا اجي هنا انا غنتفاهم معاه على سامان عبلات غادي نعاود لك ماشي موش شوفي هذاك الجناب زيديهم في الدوغي لا ما غتزيد والو صافي زيدي لا اختي لا لا هاد المرة نشري هاد المرة وريتكم في المانكا هانا لبستو شوفوا شحال زوين هاد الشال الحمر تقدروا ديروا معاه شال حمر تقدروا ديروا هاد الشال الحمر جا معاه واعر الحمر جا زوين 250 واللي بغاتو تعيط ليها هانتهم والطول راه طويل الا بغيت ديروا معاه شي حزيم على حساب الحزام ياك يجي معاه هذا الحزيم هذا كيديروا طواس اللي بغاتو اللي بغا زاد ومع الطالون راه يجي هو هذاك انا حيت لابسه البلاش شتي واعرين المهم اللي بغات شي حاجه تسكريني غنخلي لكم الرقم ديالها تواصلوا معاها راكم شفتوا البيجامات وشفتوا داكشي زوين واللي قال لها من عند خديجة ام البنات راه دير معاكم ثمن زوين اللي ما تعرف خديجة ام البنات غنقص ليه مرحبا والف مرحبا الاورانج حتى هي ما درت معاها هاد الشال بيج تقدروا ديروا معاه الابيض تقدروا ديروا معاها اي لون باش كيمشي مع كلشي الباج حيت كيمشي مع كلشي والطول كيبقى الطول على حساب التصبين وعلى حساب شفتي ها انتوما انتي وقفي تتفرفي خليني نتم غاده ويلي 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 ويلي
غندير باغا دير ديفيلي عاوتاني غندير موديل. ها انتوما هذه شوف الايدين وري الايدين وري الايدين ها انت اليدين هذه شحال دايره خديجه؟ بحال بحال هي 250 من طرف خديجه ام البنات راه مخصصين غايصه. ها انتوما سمعوا اللي هادي فلان قال لها من عند طرف خديجه ام البنات دير معكم الثمن ديالي انا وشتي يا وصافي جا أم البنات خدات ثلاثة بثمن مناسب حتى نتوما غندير معاكم ثمن. هاك والله إلا دارت معايا ثمن مناسب إيوا كنتمنى تبادروا وتعيطوا الكمية محدودة. هاد القميص في الخضر ماشي خضر هذا الخزي كاكي 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 وفيه هاد الأورانج وفيه هاد الأبيض كميمات تا هو شوفوا يلا سريعوا سريعوا الجالية المغربية مرحبا بكم تزاير المقيمين في الدول الأوروبية تزاير مساكن تحياتي لكم ولكن ما عندناش كنصيفطوا لكم ما عندناش كنصيفطوا لكم الكويدات ديالي والله ربي إن شاء الله يدير واحد المعجزة إن شاء الله وتحيد هذاك طلبوا طلبوا يتحيد داك الحدود كيعجبوهم تا هما اللبسات هنا ديال المغرب وكيعجبهم المغرب ولكن الحمد لله. المهم اللي بغات شي حاجة مرحبا وألف مرحبا العيد هذا العواشر الصيف جاي الجالية المغربية تبغيو بحال هاد الحويجات هكا تجيو تحضروا بهم هنا للحضور تحضروا بهم مع نسابكم مع ناسكم إيوا خليكم غنلبس لكم واحد أحمر شوفوا هذا هذه البنات كما لبسات خديجه ناوي هي الخياطه ديال بنات المحل. بالنسبه لهذه البنات ثوب خيط ثوب خيط سبيسيال ما كاينش رب ما والو كنقولوا حنا مليفه خيط وكان مخدومه بالرباطي الرباطي ديال الدقه والراهنده بالايد تجي حاجه زوينه ايفازي من تحت شفتوا وطويله طويله كتجي هكا كتجي فنه البنات كما شفتوا اللي بغات تقصها في الطرو كنقصها اليوم فيها لي طاي كلهم وفيها جميع الالوان بصحه وراحه اللي بغات شي حاجه من طرف خديجه ام البنات بصحه وراحه ربي يخلي ها انتم عاود في الاحمر هذا ماشي ديالي اللي مخيطه خلاها خلاها هي تهضر تقول لينا شنو خصي تهضر هي تقول لكم يا البنات انتم البنات هادشي يسرى مود يا البنات انا نعرف غنقول يا الورد يا الوريدات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه مباركه من جميع المتابعين ديال الاستاذه خديجه ما شاء الله عليها ما شاء الله انا بدا كتعجبني دائما ديالك الكومونتير ما شاء الله عليها مسكين المحتوى ولا اروع كل واحد المحتوى ديالو ما شاء الله عليها. بالنسبه لهاد القنادره البنات كيف ما شفتوا ثوب خيط ديال الصيف بارد كيجي مبرد كيجيو ايفازي هادي طاي شويه صغيره علينا نفضل تكون طاي كبيره كتجي براندة انا خدمت ليك شي حاجه لا يعلى عليها كندير لها الرباطي كندير لها شويه بيغاج لكن دابا خليتهم سامبل حسن ما قريب العيد كيجيو زوينين في الخدمه ديالهم حتى من لودو كيجيو زوينين كيجيو مونستر باكار كولغو وكاين كولبي واي وحده بغات شي حاجه من طرف خديجه ام البنات مرحبا الف مرحبا مرحبا يلا قدمي لي هاد الحمار يا العمر قدمي لي الحمار يا العمر عيد الحب عيد الحب للاسف عيد الحب. بالنسبه لهاد لوبي بلوغوج كيجي زويون كيجي هاد الدقه والخطفه كيجي زوين الكريمه ديالهم كيجي دريس كول كيجي كولغو واعر وكتجي ايفازي هنا كتجي العرض كتجي عريضه من تحت كتجي زويونه اللبسه ديالها الصحة والراحة وريتهم اليوم وريتهم الصحة والراحة وريتهم القمايس هانتوما ها هي الخياطة هي هادي ظريفة الله عمرها دار وانا الصراحة كنت جربت شحال هادي غير بواحد جليلبات ديال الصخرة وهذا ولكن خيطتهم لي زوينين ومن ثم بقات ولات صاحبتي وبنتي وكلشي يلاه تبارك الله عليكم وكنتمنى هاد الفيديو بارطاجيوه باش الناس حي الحسني حدا ماي الزرع الحي الحسني دخلوا مع الزنقه ديال اللي فيها الخرازه تيصايبوا الصبابط خديجه راه معروفه دخلوا حدا الخراز اللي قلتوا ليه مول مالين الزرع راه هي انفاس معاهم يلا بالسلامه.